هذه الفئات عندما تحدث الله عنها ليس بالضرورة أن يتحدث بالتفصيل. الله لا يريد منا كما كررته أن نكون مدللين أنه يا رب أعطنا كل شيء واضح ولا ترى ما بنسلم ما بنؤمن. لا، الله يريد منك أن يعطيك مفاتيح فتفضل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أن تتقدم وسيهديك الله ويعرفك ويعلمك، أما أن تنتظر من الله أن يقدم لك الهداية على طبق من ذهب. لماذا أنزلك إلى الأرض؟ كان يدخلك الجنة وخلاص، يعني يلعن إبليس ويخرجه ويغفر لآدم خطيئته ويبقيه في الجنة. الله يريدك أنت أيها الإنسان لمشروع آخره في الأرض، يريد بالابتلاء بالتمحيص بعملية مجاهدة النفس وتراكم الأفكار، لك مشروع طويل قد يستمر ملايين السنين. لا تظن أن الصورة الساذجة التي نتصورها أن الإنسان فقط 100,000 سنة أو 50,000 سنة وغلب الشر في الأرض وبعدين خلاص فريق في الجنة وفريق في السعير، دون مدى، دون أن يتحقق ظهور الدين على الدين كله، دون أن، لكن هذا الظهور ما يأتي بالمجان، يأتي بفشل التجارب، فشل الحكم بغير ما أنزل الله، فشل العصبيات. في الأخير يكتشف الناس أن لا من جاء إلا بالعودة إلى الأصل وإلى الانطلاق من جديد وإلى تصفية النفوس وإلى، فلذلك الله يعطيك دروسا في حياتك. كم من أناس كانوا واثقين والله معنا ثم يقتلون لأنهم متوهمون أن الله معهم وقد لا يكون معهم. كم ندعو نحن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وما أعزهم، لأننا فاهمين خطأ. أنت تعتدي في الدعاء أعز الإسلام والمسلمين وأنت لا تعرف معنى الإسلام بالمعنى القرآني، ولا تعرف المسلم من يتصف بهذا الإسلام. كيف هذا معقول؟ أن ملايين في رمضان يدعون ما فيهم واحد دعاه مستجاب؟ فاهمين غلط، أنتم فاهمين غلط. ندعو من على كل أفافها، ونحن ماشون على نفس الذين يعاتبهم الله أو يوصفهم أو يذمهم، عدم الخشية وغرنا بالله الغرور. لعلنا نشبه يعني في كثير من المسلمين قد نشبه صفات المنافقين أو الأعراب أو الفئات التي ذمها، نجد كثير منها فينا. قلوبنا ما تخشى على ذكر الله، ولا نعرف ايش معنى ذكر الله. ذكر الله بالمعنى القرآني غاية كبيرة، لعلهم يتذكرون. وأقم الصلاة للذكر، الذكر في القرآن غاية فوق الصلاة. ما هو؟ نحسب أنه التلفظ، والذكر هي غاية، والتذكر أن يكون الله في قلبك. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الذكر مكانه القلب وليس اللسان. ولذلك من الخطأ أن نقول ولسانا ذاكرا، لا، وقلبا ذاكرا.